السلام عليكم متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية. لا تنسوا الاشتراك على قناتكم مفتاح الحياة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالفيديوهات الجديدة، لايك للفيديو وشير لمشاركته مع غيركم. إذا فيديو اليوم سأتشارك معكم وصفة رائعة جدا، هي رائعة جدا مقوية للرغبة الجنسية، تعمل على علاج العديد من المشاكل منها ضعف الانتصاب وأيضا حتى القذف السريع. هي رائعة جدا وتعطي نتائج فعالة في الحقيقة. هي وصفة إفريقية يعملها الإفريقيون، وتعرفون كم يتمتعون بقوة هائلة في هذا الجانب الحميمي. إذا لعملها سنحتاج لمكون غني عن التعريف وهو الزنجبيل. هذا المكون الذي يعمل على زيادة الانتصاب وأيضا يحفز الرغبة الجنسية عند الرجال وحتى النساء. سنحتاج لمكون ثاني وهو الكركديه، هو عبارة عن أزهار حمراء تجف وتصبح بهذا الشكل، عندما سنصب الماء عليها ستصبح بلون أحمر. هذه الأزهار غنية جدا جدا بالفيتامين سي، ونعرف فائدته في مختلف العمليات، ومنها هذه العملية وهي زيادة الرغبة الجنسية وأيضا الرفع من كفاءة العملية الجنسية. سنحتاج أيضا للقرفة. القرفة رائعة جدا وهي من المنشطات التي تعمل على زيادة الانتصاب وأيضا وعلاج ضعف الرغبة عند الرجال وحتى النساء. وطبعا سنحتاج في الخلطة للعسل، هو الآخر مقوي ومغذي، يعني يحتوي على العديد من الفيتامينات اللازمة لزيادة الرغبة عند الرجل وحتى المرأة. وطبعا سنحتاج في ذلك للماء الساخن. إذا ابقوا حتى الأخير حتى تعرفوا على طريقة عمل هذه الوصفة وأيضا على طريقة استعمالها. إذا سنحتاج لوعاء زجاجي، يفضل أن تكون قارورة من الأفضل، لأننا سنقوم بالاحتفاظ به لوقت محدد. إذا سأضع ربع ملعقة من القرفة. سأحتاج أيضا لملعقة كبيرة من الكركديه، تجدونه عند العطار، وسأحتاج لشريحة رقيقة من الزنجبيل. كل هذه المكونات سنصب عليها مقدار كوب كبير من الماء طبعا الذي قمنا بغليه، إذا هكذا. ثم سنضيف إليها مقدار ملعقتين من العسل، كما قلت ملعقتين من العسل. نخلط الكل جيدا بهذا الشكل، وسنترك هذا المزيج منقوعا لمدة 3 أيام بالتحديد. طبعا يجب تغطيته، لذلك من الأفضل عمله في وعاء زجاجي محكم الإغلاق، تحتفظون به طيلة 3 أيام، وبعد ذلك تقومون بتصفيته للحصول على شراب. هذا الشراب تتناولونه 30 دقيقة قبل العلاقة الحميمة، تواظبون على ذلك دائما قبل العلاقة الحميمة تتناولون منه طبعا حتى تتجاوزوا العديد من المشاكل، فهو مقوي محفز للرغبة الجنسية وأيضا مقوي عام للجسم. إذا أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذا الشراب. لا تنسوا لايك للفيديو، شير لمشاركته مع غيركم حتى يستفيدهم أيضا. وإن كان لديكم أي استفسار أو تريدون المزيد من الشروحات، لا تترددوا في ترك تعليق، وزوروا صفحتنا وموقعنا مفتاح الحياة، انضموا أيضا للجروب على الفيسبوك وتابعوني على الانستغرام. شكرا على دعمكم لقناة مفتاح الحياة، وأضرب لكم موعد في وصفة قادمة ومجربة.